طبعاً هذه المبادرة اللي درنا مع وزارة العدل هي مبادرة أولى، وطبعاً إحنا بغينا نمكنوا الوزارات والبنايات ديال الوزارة كلها باش تمشي في تواكب معنا هاد الظرفية ديال النجاعة الطاقية والاستهلاك باش نخفضوا من الفاتورة الطاقية ديال المغرب. وإن شاء الله غادي يكون هذا نموذج لوزارات أخرين ومؤسسات عمومية أخرين باش نخدموا معاهم في هذا المجال. لابد من تذكير أن تطوير استعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية يعتبر ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سنة 2009. فتهدف هذه الاستراتيجية بالأساس إلى تعزيز مكانة بلادنا على المستوى الدولي في مجال الانتقال الطاقي، ومن المتوقع أن يواصل استعمال الطاقة المتجددة تطوره الهام في السنوات المقبلة اعتباراً لتحسن تنافستها كما تعلمون، حيث تراجعت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر ريحية بنسبة تعادل 56% وبنسبة 85% بالنسبة للطاقة الشمسية الفوتوضوئية. وقد استفادت بلادنا بهذا التحسن حيث انخفضت أسعار الألواح الشمسية على المستوى الوطني بنسبة 50% في السنوات الخمس الأخيرة. فموازاة مع هدف الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية الوطنية، فإن النموذج الطاقي الوطني يرمي إلى وضع النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والاجتماعيين باعتبارها عامل لتعزيز التنافسية الاقتصادية وترشيد النفقات العمومية. وتستهدف إجراءات النجاعة الطاقية بالأساس القطاعات ذات إمكانات كبيرة من حيث الاقتصاد في الطاقة، وخاصة قطاع النقل الذي يمثل حوالي 38% من الاستهلاك الوطني الطاقي، وقطاع البنايات 33%، وقطاع الصناعة طبعا 21%، والفلاحة والإنارة العمومية حوالي 8%. وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسريع استكمال إطار تنظيمي للنجاعة الطاقية، حيث تم إصدار المرسوم المتعلق بتحديد قواعد أداء الطاقي المباني، والمرسوم المتعلق بافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئة افتحاص الطاقي، والمرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى لتجهيزات الأجهزة المستعملة للطاقة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني. وسيتم تعزيز هذه الترسانة بنصوص تنظيمية أخرى توجد في طور المصادقة وتهم بالأساس تنظيم أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية ودراسة التأثير على الطاقة والترشيد لاستهلاك الطاقي في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. واعتبارا الاهتمام المتزايد للفاعلين العموميين والخواص لضبط نفقات وكلفة الطاقة عموما والكهربائية بالخصوص، أصبح مجديا الرفع من وتيرة إجراءات النجاعة الطاقية بهدف استغلال الإمكانات الهامة المتاحة من مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية. فتم تحيين الاستراتيجية الوطنية الطاقية أخذ بعين الاعتبار التحول الذي عرفه هذا القطاع، واعتماد مقاربة جديدة لتطوير النجاعة الطاقية تشمل حوالي 80 التدابير ستمكن من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20% في أفق 2030. وترتكز هذه المقاربة على المحاور التالية: أولا الاحترام مشاريع استثمارية جديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وهيكلة تطوير المهن المتعلقة بالنجاعة الطاقية، وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنية والمواطنين، وثم تقوية القدرات المالية والمؤسساتية وتقييم برامج النجاعة الطاقية. من أولى تدابير النجاعة الطاقية في تنزيل استراتيجية الطاقية الوطنية همت الإدارة العمومية التي قامت بالعمل على تعميم استعمال المصابيح الاقتصادية، واعتبارا للتطور التكنولوجي وتحسن تكلفة هذه التكنولوجيات أصبح مجديا اعتماد مقاربة ترتكز على المهنية وتجميع الطلبات العمومية لتعميم النجاعة الطاقية بالإدارات العمومية وترشيد الاستثمارات المتعلقة بها. فخلاصة الدراسة اللي أنجزتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول النجاعة الطاقية في الإدارات العمومية خلصت أن إمكانية بلوغ معدل العائد على الاستثمار اللي هو تضغط سور انفستيسمون يعادل 3 سنوات
بالنسبة لإجراءات النجاعة الطاقية وخمس سنوات بدون الطاقة الشمسية الفوتوضوئية، علاوة على إمكانية تحقيق نسب مهمة من الاقتصاد في الطاقة قد تصل إلى 40%. ولتنزيل هذا البرنامج تم تحويل شركة الاستثمارات الطاقية كما تعلمون إلى شركة وطنية للخدمات الطاقية اللي هي سوبر اسكو، حيث تتولى الإشراف التقني على الطلبات العمومية والدعم التقني وقواعد الأداء الطاقي لتنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية في الإدارات العمومية والجماعات الترابية. فسيد وزير والحضور الكريم، أود في الختام أن أنوه مجددا بهذه المبادرة الهامة التي من شأنها تقوية النجاعة الطاقية على مستوى الإدارة العمومية، وبالتالي تقليص الاستهلاك الطاقي والفاتورة الطاقية، وكذا ترشيد النفقات العمومية، ذلك استجابة للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تفعيل مبدأ مثالية الإدارات والمؤسسات العمومية. وأؤكد لكم أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسسات العمومية تحت وصايتها، خاصة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الهندسة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، سار جهدها لإنجاز هذا الورش، ونأمل أن نجعل من هذا الورش نموذجا ليس فقط من حيث الاقتصاد في الطاقة، بل أيضا دعامة للإسهام في التوعية والتحسيس لمصالح وزارة العدل بمزايا النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة.